يا ترى يا أصدقائي، هل حقا يوجد دب في هذه الغابة؟ وهل سيلاحق الدب سكيبر وستيسي يا ترى؟ لكي تعرفوا أكثر تابعوني في الجزء الثاني إن شاء الله. لا تنسونا من اللايك، أكبر لايك لهذا الفيديو، والشير، والسبسكرايب. نحبكم كثيرا كثيرا جدا. إلى اللقاء، نراكم في الجزء الثاني إن شاء الله. كين، ماذا سنفعل في الجزء الثاني؟ باربي تحمسي، أحداث مثيرة. واو يا كين، متحمسة.